امرأة أمريكية رفعت قضية على أبوها وأمها بسبب أنهم ولدوها بشكل قبيح. القصة تعود إلى هذه الامرأة الأمريكية عمرها 44 سنة، وراحت ورفعت قضية على أبوها وأمها بسبب أن هي انولدت بشكل قبيح، وقالت أنهم ولدوني بجينات قبيحة وأنا تزوجت 3 مرات وكل هذه الزواجات انتهت بالطلاق. الزواج الأول كان زوجي يقول يوم يشوفني كل يوم الصباح كان يشعر بالغثيان. أما الطليق الثاني يقول بعد ما سوى عملية وصار يشوف بنسبة 40% الأسبوع اللي بعد العملية طلقني. فأنا جالس أعاني أني أنا تطلقت 3 مرات، فأنا أبغى أرفع على أبوي وأمي قضية أنهم ليش ينجبوني وهم قبيحين. يعني جالسة تصارح المحكمة تقول الواجب أن أمريكا تسوي قانون تكون عميقين مع القبيحين، يعطونهم قانون ممنوع عليهم ينجبون. يعني إذا كان الزوجين قبيحين ممنوع عليهم ينجبون. أنا راح أرفع قضية على والدي بسبب أنهم قبيحين وأورثوني جيناتهم القبيحة. إيش رأيكم بقضيتها؟